مادام هو في الحبس ومذنب بيان سور انا ما يساعدنيش، والشعب الكل بطبيعه راهو ما يساعدوش. ماذا بينا على واحد نظيف، احنا واحد نظيف يديه نظيفه، ماهوش مسخ، ما هو السارق، ما هوش حد شيء. الشعب هيك يزينا ما تعبنا ويزينا ما تمرمدنا صار فينا دايوغ، يعني ماذا بينا نحبوا على واحد نظيف وواحد يديه ما هوش ملوثة، ما هوش مسخ، ما هوش سارق، ما هوش ما نهبش البلاد. هيك هو يزينا من سريق، وإحنا يذول ياخذينا مشطرة، والناس يلزمها تستوعب من الدرس الأولاني وتبدا نظيفه. واحنا شنو نحبوا؟ نحبوا انسان صادق ونظيف قد البلاد. شنو يحشموش على رواحهم كي يشوفوا البلدان؟ تي تمشي لاقل بلاد تلقاها نظافه والعفيفه، واحنا هوني الحفر والمشاكل والناس تموت، مازالت تو الناس تعيش في قربي 2019. فين البلاد يا حسره؟ ايامات بورقيبه كنا خير، بورقيبه عامه معناتها في السبعينات كنا عايشين خير، الغلاء ما تحكيش. شنو احنا نحبوا؟ انسان نظيف، انسان صادق، ما حشتنا في شيء قد البلاد. والله يا عزيزتي انا احنا ماذا بينا نبداو هكاك، اما الله اعلم، الله اعلم هو كتخلى الحبس نظيف ولا مش نظيف. اما نورمالمون مادام هو ما ترشح وكل شيء، عليه ما خلاوهش كمل. اخلاقيا ما تكونش، خاطر اذا كان اي انسان جات فيه شبهات كيما هكايا وفي منصب عالي وفي منصب واضح ما يساعدش. جمله شنو هي التهم اللي هي منصوبه اليه؟ انت والتهمه، راه انت والتهمه. اذا هو فساد وقعد في يفسد في البلاد وكل شيء، احنا ضد هذايا. اما اذا على حكايه اخرى ما نعرفوش عليها، ما نجمش نحكم. عزيزتي كلهم فساد في تونس، حاكم كل 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 ما ثمش حتى توا يد نظيفه، وما ثم عندناش ثقه في الكل، وما عادش ثم كونفيونس ما بيناتنا. جمله الشعب ماكل كف كبير 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 وما عندوش. كلهم يجي يقول لك الناس، يقال بالناس الكل ما عادش عندها ثقه حتى في شخصيه تظهر لنا، ويا حسره ويا وشديوا الكريسي ويا كله كذب في كذب، وما يرينا حتى شيء، وماناش باش نراو، ماشيين في أسوأ وأسوأ وأسوأ. مش تشائم هذا، اما هذا الواقع نتاعنا. يا سيدي نفرضوا راه ما عندهمش حق، وانت بنا حق، فلوس جايه من برا ومن الشرق ومن الغرب، وانت بنا حق. الشعب التونسي راهو يعرف، والملفات الكبيره اللي بها الفائده، انت الاول عندك 20 ملف ومحطوط تحت الطاوله، لان ثم شبهه نتاع قضاء اللي هو ماهوش مستقل 100%، ننزه القضاة، ولكن ثم البعض منهم يخدم في اجنده سياسيه. يا خويا راهو الشعب فايق، ونتوجه للشعب، يا شعب اختار اللي يمثلك 100% واللي مصلحتك في مصلحته، ومصلحته اموري قلبي معبي، بصراحه قلبي معبي، وغازتني تونس. انا اليوم 60 سنه ما عادش باش نعيش 5 سنين اخرين، هما عايشين اربعه مرحله نتاع 5 سنين، هم كبشين بيديهم ورجليهم ويدقوا في الناس افواج في الحبوسات، وما عاجبهم حتى شيء، وما عم بالهم بالطقس. شوفوا الفيضانات اللي صايره في نابل وناس موتوا وفي بلايص اخرى، شوفوا الماء نهار العيد فكرني بمقتل صدام حسين، نهار عيد ذبحاته امريكا واستفزت العرب، وانت نهار عيد ناس ماخذه دبوزه ماء باش اغسل يديه ومشي للجامعه يقيم في صلاته، وانت ما عم بالك بالطقس تلوج على الرئاسه وعلى واحد، هكذا الدين الكل. وفي الاخر حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، اتقوا شركم، اتقوا شركم. تونس راهي امانه، تونس راهي امانه في يديكم، ونطلبكم يوم القيامه قدام ربي اش عملتوا في تونس. بالنسبه لي انا الشخصيه، انا التهم اللي طلعت في وقت الانتخابات هذه مشكوك فيها، خاطر كان يكون قبل مش وقت هكاك الناس تشك وتولي تشك حتى في حوايجها. بالنسبه لي انا يكون رئيس نظيف، ايه ما عندوش شبهات وما عندوش مشاكل، ايه اما ذا ما صعب ياسر باش نلقاهم. لازمنا نتعامل مع الناس اللي موجودين معانا ونعرفوهم ونشوفوا البرنامج نتاعهم، وما فما حتى واحد معصوم من الغلط نتصور انا، هذا رايي انا. اما بطاقات ايداع وقت الانتخابات هذايا بصراحه تشكيك وتهم باطله، وتحس البشر احنا كمواطنين بالخارج نضيعوا فيها الحقيقه. صدمه انا بالنسبه لي انا، ولو حتى القناه ماهيش قناتكم، ولو حتى انا نبيل القروي معناها نولو كونوسكو ما نعرفوش. واحد حط برنامج
وتقدم للانتخابات تصبح ماشي عنده مشاكل ما نتصورهاش. مش وقتها، مش وقتها. هذه هي مسألة تهم التونسي، هو اللي باش يعرف يختار، يعرف هو عندك المعلومات كلها تبارك الله معناها قلتهم لي، دونك هو باش يعرف شكون الباهي وشكون الخايب، شكون اللي في المستوى وشكون اللي ماهوش في المستوى. هذاك هي يعني الصندوق هو الفيصل. الصندوق هو الفيصل في كل شيء. المواطن التونسي هو توا تبارك الله كان قبل هكا نية ويمشي بالعاطفة هكا ويمشي معناها اللي يقولوا له يتبع فهمتني، وتوا بدا ينضج شوية، بدا يعرف ويميز ما بين الغث والسمين وشكون الباهي وشكون الخايب وشكون اللي الأصلح لتونس اتسترا. إن شاء الله معناها في المرة هذه يعرف يختار. نعم لازم يكون فوق مستوى الشبهات، لأنه ذاك مثال باش يجي للبلاد كاملة. إذا كان فيه أقل حاجة شك معناها من طرف مش بالساهل راهو باش يجي يعتقلوه، راه فما قانون فما عدل في البلاد هذه فهمني. وإذا كان يكون هو نظيف وكل شيء ما نتصورش أنا باش يتهموه هكاك معناها في حكايات بسيطة بس أصبح في سجن المرنقي. إذا كان هو ولا في سجن المرنقي وعنده شبهات، يعني أنا مانيش عندي شبهات أخي، نقدم أنا رئاسة الجمهورية. رئيس الجمهورية قدم ترشحته للانتخابات لازم يكون عارف علاش قادم. أول حاجة لازم مش باش يكون نظيف، حتى حد ما هو نظيف، لا حتى من مواطن بسيط الأقوى مواطن في الدولة العليا. فمش مواطن يقول لك أنا سلتو عن بي 100%، أما فما حاجات تتعدى وحاجات ما تتعداش، سجن وما سجن وأداءات وخلاص الدولة، هذا الكل ليك يشوفوه من قبل وينظفوه من قبل دوسياتهم وبعد الله أعلم. القانون يلزم يأخذ مجراه، كل إنسان تحت القانون يلزم يعاقب، وإذا كان تظهر براءة نتاعو فهو يترشح. أما إنسان معناتها كيفاش هو هارب وفي ورق قضبان ويترشح، ما قلت إن ما قلت طق فيها شك، يقولوا نحن العرب. ولذلك نعتبر المترشح إلى رئاسة الجمهورية يكون نقيض سوابق من جميع ما، يكون عنده شعبية قوية، يكون راجل عنده مثلا عنده إيجابيته في المجتمع باش معناتها ينال مرغوبه من المجتمع، وإذا كان إنسان ما عنده ما عملنا حتى شيء. طبعا هذا شرط أساسي أنا نعتبره، لأنه الشعب ربما غدوة باش يطالب من رئيس الجمهورية وأنه باش يعالج الفساد في البلاد وكذا. إذا كان يكون هو عنده في شبهات كيفاش ينجم يعالج الفساد، وشتو إذا كان يكون متورط، احنا ما نعرفوش القضاء واش باش يقول، ربما يبريهم هذوم، ولكن يزمو مش غادي من مترفع من شبهات الفساد. رئيس الجمهورية راهي مؤسسة رئاسة الجمهورية ماهيش لعبة، أو رئيس الجمهورية اللي باش يكون، خاطر عندنا زوز نساب ترشيح. انا توجور جو ريسبكت لي فام، خاطر عندي فكره في مخي كالتوجه البرجيبي للمراه يلزمها تكون في 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 مواقع متقدمه في البلاد. دونك زاد عندنا نساء مترشحين نقولوا المترشح او المترشح فهمني. انا كمواطن تونسي ماذا بيا يكون فوق الشبهات، لانه كالشعب التونسي غدوا باش يطالبوا بملفات فساد باش يطالبوا كذا، ما نصورش انا ما نعتقدش كونه رئيس متعلقه بيش معناها ملفات فساد وكذا يكون ملفات فساد ينجم يكون رئيس جمهوريه ونجم يعالج الملفات هذه، ما نصورهاش انا اخلاقيا معناها ما تجيش معناها فهمتني. ناس اللي هما عندهم مشاكل مع القضاء وكيفاش التونسي باش يختار واحد عنده مشكله في القضاء فهمتني، مهما اللي يقولوا في الكلام ما ظهرليش تونسي ساذج الى حد هذايا على خاطر اعطوه ما شنو شويه مقارونه ولا شويه فلوس ولا شنو باش يختار واحد اللي هو ديجا عنده قضايا وعنده مشاكل معناها مع العداله. دونك هذه اخلاقيا ترجع كلها للتونسي فهمتني. انا بالنسبه لي انا هالناس هذوما ما ننتخبهمش وكاو اخلاقيا. مادام عندهم شبهات واحد مذهبية لو كان من رايي انا يسحب الترشح نتاعهم، حسب رايي انا يسحب الترشح نتاعهم، يعني حتى الشعب اذا كان يعني بهم الشعب عندهم شبهات وعندهم حاجات خارجه على النطاق معنا مش لفايه الشعب، ما ولي هذا الشيء حاجتنا بهم احنا ليش بهم فهمني، يعني لازم يسحبوا الترشح نتاعهم فهمني. واللي ماذا بينا في اللي الرئيس كما قلت لك، الرئيس رئيس الجمهوريه باش يقود معنا دوله كامله فهمني، باش يقود دوله كامله باش يقود بلاد كامله وسمعتنا في كامل انحاء العالم فهمني. ولهذا لازم يكون نظيف ويكون معنا انسان ماشي عن طريق اليقين فهمني، ويعني يقدر الشعب ويحترم الشعب ويدافع الشعب فهمني،
ويتلفتوا بربي ماذا بيا زاد التعدديه السياسيه تعدديه كبيره، والتعدديه اول مره في التاريخ معنا في الديمقراطيه، مع تونس ما زالت ناجحه في الديمقراطيه، ان شاء الله ربي يستر بلادنا ان شاء الله، امني معناتها تعدديه كبيره في الترشحات الرئاسيه لاول مره في التاريخ. اليمين توا نشوفوا امريكا يترشح حظوظ من الناس، امريكا كبر امريكا ويترشح حظوظ من الناس، لكن احنا اللي هذا يزاحم على المنصب ما نعتقدش انه الناس هذوما مع كامل احتراماتي ليهم باش يخدموا معنا البلاد على قاعده على تونس مزاحمه على المناصب ولا مانيش عارف ما نعرفش فهمني. يعني انا تحملت مسؤوليه قبل ونعرف فهمني قبل واحد كل شيء. ثم ناس حبت تطمس التاريخ التونسي، التاريخ بتاع تونس ما تجيش فهمني. تاريخ تونس راهو زعيم بورقيبه خلى تاريخ موجود معنا، كونه اللي معنا تعليم الصحه المراه، والحمد لله تونس فهمني ومحترمين ومعزين ومكرمين في كامل انحاء العالم.